Poetry Day, قصيدة Day by Cecil Spring Rice. ده المؤلف اسمه Cecil Spring Rice، الراجل اللي ألف القصيدة ده. طب القصيدة بتقول ايه؟ I'm busy. First stanza، الفقرة الأولى فيها بتقول، الفقرة الشعرية الأولى بتقول I'm busy said the sea. I am busy, think of me, making continents to be. I am busy said the sea. فلما يقول لي طلع القافية، القافية دي بالانجليزي يعني رايم سكيم. اول ما يقول لي رايم سكيم انا اكتب له ايه؟ ايه 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 ايه. ليه؟ لان انا الاول استنزا او الفقرة حافظت على الوزن، او سي مي بي سي، يبقى ايه 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 ايه. لو انتقلت لقافية جديدة اغير الحرف بقى، يبقى بي 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 وهكذا. خدتوا بالكم؟ دي اول حاجة. طب لما يقول لي بقى بارافريز، هيقول لي العباره دي بارافريز ذا فيرست ستانزا، اشرح لنا ها الفقره دي. اقول له الشاعر يقول، يبقى ذا بويت سيز، ان ذات يعني البحر يقول، ذا سي سيز ذا اتس بيزي وركينج، انه مشغول في العمل. اتس بيزي وركينج يعني هو مشغول في العمل، بيجي بعد بيزي الفيرب في اي ان جي. يجب علينا ان نفكر في عمله. We must think of its work. We must think of its work as it's important، لانه مهم. طب بيعمل ايه؟ It makes land appear. It makes land appear يعني يجعل اليابسة تظهر، هو المسؤول عن ظهور اليابس. بعد كده يقول لي figures of speech يعني مواطن الجمال او مظاهر الجمال. مواطن الجمال ايه فينا؟ اقول له اول حاجة personification، ودي هتبقى في كل الاستانزا اللي جاية، اللي هو الايه؟ التشخيص. طب ايه التشخيص؟ هو بيقول لك قال البحر، والبحر بيتكلم، هو شبه البحر او صور البحر بانسان يتكلم. فنقوله ايه بقى؟ personification. نقوله ايه بقى؟ نقوله the poet gives the sea the image of a person who can talk. The poet gives the sea the image of a person who can talk. صور البحر بانسان يتكلم. ودي هتبقى ثابته برضو في كل الفقرات اللي جايه. اشيل سي واحط رين المطر، صان الشمس، تمام؟ طيب ايه المظهر الثاني او من مظاهر الجمال او مواطن الجمال الاخرى؟ ان انا اقول حاجه اسمها alliteration. alliteration دي الجناس الاستهلالي. ليه؟ عشان ببدا بدايه يعني ببدا بيها. فهو قال لي هنا بقى هو تكرار الحرف الاول في بدايه الكلمات. قال said the sea s s، كررت الاس مرتين وفي بدايه الكلمه. سيت بتبدا باس وسي بتبدا باس وفي نفس الايه؟ السطر، كلهم مع نفس السطر. سيت ذا سي، يبقى ده جناس استهلال. طب ايه مستو الجناس الاستهلالي؟ ات جيفز ميوزك اون هيرينج، بتعطي صوت موسيقي عند السماع. طيب واحد يقول لي طب ايه ده؟ قال لي بقى بنفس الطريقه ظبط الدنيا بقى. انت دلوقتي بتشرح الاستانزا الثانيه، بارافريز ذا سكند ستانز اللي بتاعت الرين دي، المطر. اقول كل حاجه قلتها هنا كلها، اقول ذا بوت سيز ذا، بس اشيل سي واقول رين بقى. سيز يقول ذا اتس بيز وركينج، وي ماست ثينك اوف اتس ورك از اتس امبورتنت، واشيل بقى ات ميكس ذا لاند ابير، واكتب ايه؟ بيعمل ايه المطر؟ او مقال الحته دي ها، وين ات فولز، عندما يسقط يعني المطر، ات هيلبس ذا بلانتس جرو، يساعد في نمو النبات. تمام؟ نفس الشيء اعمله مع ايه؟ اير. اشيل سي واحط اير واكتب ات بلوز افري وير. نفس الشيء اعمله مع صان الشمس، اقول ايه؟ اشيل سي واحط صان واكتب بقى اخر جمله اللي انا تحتها الخط، قول ذا ورك اوف ذا صان نيفر اندز، عمل الشمس لا ينتهي ابدا. ات اولويز شاينز، دائما تسطع. ات جيفز اس، تعطينا هيت اللايت، الضوء والايه؟ والحراره. تمام؟